لا تتوقف محاولات السلطات الحكومية وميليشياتها لتشويه صورة التظاهرات وإلصاق التهم الكيدية بالمتظاهرين السلميين منذ انطلاق ثورة تشرين أواخر العام الماضي. شهيد واحد على الأقل وعدد من الجرحى في إطلاق القوات الحكومية النار على عدد من المتظاهرين أمام بوابة جامعة العين في محافظة ذي قار بعد خروجهم منها. إطلاق النار جاء بعد توجيه تهم للمتظاهرين بمحاولة غلق الجامعة ومنع الدوام فيها عنوة، تهم فندها المعتصمون في ساحة الحبوب وقالوا إنها جاءت لتبرير استهداف المتظاهرين. راحوا مجموعة من المتظاهرين للعمادة مال الكلية على مود الإضراب مالتهم والاعتصام، فشرح لهم هو العميد، قال لهم على مود تقديم عندنا مال أقسام داخلية وأقصاد وهاي هو الموضوع، فهم خارجين من الجامعة، واحد من القوات الأمنية استفزهم بالرمي، وهاي القوات الأمنية همرات واقفة وسلفادورات، يعني قوات قتالية واقفة مو قوات حماية الجامعة، فاستفزهم صار رمي، طاعوا بهم مصاوب ورجعوا للساحة. وبحسب رواية معتصمي الحبوبي فإن القوات الحكومية التي كانت منتشرة أمام بوابة الجامعة أطلقت النار على المتظاهرين بحجة أنهم حاولوا منع الطلاب عن الدوام، ليتبين أن هؤلاء مندسون من قبل جهات سياسية ولا ينتمون للمتظاهرين. دخلوا الطرف الثالث يعني قبل رمي على المتظاهرين السلميين، فإحنا الموضوع أنه ما كان نيتنا حرق أو غلق جامعة العين، الموضوع ما كان أذية الطلاب، فالموضوع التجاوز أمس انتشرت أكثر من بوست على الفيسبوك أنه تجاوز صار على الطلاب أو على الطالبات. أي صحيح أكو تجاوز صار على الطالبات من قبل أشخاص ما نعرفهم إحنا أصلاً، يعني وحتى وجوههم بالساحة ما شايفينها، لأن هنا بالساحة موجودين هم ولد ولاية، يعني نقصد أنه ولد ولاية يعني هم ولد المحافظة، فنعرفهم حتى الزغار نعرفهم إحنا، يعني هذا الموضوع أنه ما يطلع من عندهم. نحن نريد إسقاط النظام لهذه الأسباب وغيرها مما ارتكب على يد الحكومات المتعاقبة على مدار 16 عاماً، يقول أحد معتصمي ساحة الحبوبي. كون النظام هذا النظام جاء عن طريق محاصصة، فكلمة إسقاط النظام جاءت بعد ظلم وجور الساسة الموجودين في ساحات الحكومة الموجودين في رموز الدولة. رغم فشله إلا أن السلطات الحكومية ما زالت تعتمد على أسلوب المندسين لضرب التظاهرات ومحاولة خلق فتنة بين المتظاهرين وباقي فئات المجتمع العراقي.